السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد معاكم، امنية غزال ومعلومات جديدة. وهكلمكم النهاردة عن الحبة السوداء، الا وهي شفاء من كل داء الا الموت. بعد كورونا واللي حصل فيها واوميكرون الجديد واللي هيحصل منه، ظهر الجهاز المناعي في جسمنا على حقيقته، وعرفنا ان نظام حياتنا البعيد عن التغذية الصحية السليمة اثر علينا. بدأ الناس تنصح بالرجوع للفاكهة والحبوب زي البصل والثوم والبروكلي والزيت، وكمان زيت الزيتون والزنجبيل والليمون وحبة البركة وخيارات تانية غيرها كتير. للأسف كتير مننا كان بيبعد عنها وما بيحبهاش. كان من ضمن الخيارات دي حبة البركة مع عسل النحل على الريق، اللي دايما كان سد منيع ضد نزلات البرد والإنفلونزا. تعالوا يلا نعرف ايه هي فوائد حبة البركة مع العسل الابيض على الريق. حبة البركة ليها القدرة على مقاومة الميكروبات في المعدة والقولون اللي ممكن تسبب اسهال او نزلات معوية او حتى انتفاخات وتقلصات. كمان بتساعد على تخفيف حدة نزلات البرد والانفلونزا والتهاب الجيوب الانفية واللوز، لان هي بتساعد جهاز المناعة على اداء وظيفته على اكمل وجه. ده غير ان هي كمان ليها تأثير على ضغط الدم المرتفع، وبتساعد أدوية الضغط في الحفاظ على الضغط في معدله الطبيعي. كمان حبة البركة ليها القدرة على حماية الفرد من الإصابة بالسرطان، وخصوصا سرطانات الجهاز الهضمي. تناول حبة البركة بيفيد الأم المرضعة كمان في إضرار اللبن. شوفوا كم الفوائد بتاعت حبة البركة. كمان حبة البركة مع العسل على الريق بتشحن الجسم بطاقة فظيعة اللي محتاجها طول اليوم، أو كمان أثناء ممارسة التمارين الرياضية. كمان حبة البركة بتساعد على خفض السكر في الدم للمرضى اللي طبعا عندهم سكر مش منتظم. بس نخلي بالنا إن الإفراط في تناول حبة البركة ممكن يعمل أو يسبب انخفاض شديد في ضغط الدم والسكر، اللي ممكن يسبب خطورة على مريض السكر والضغط. كمان يجب ان احنا نتوقف عن تناول حبة البركة قبل العمليات الجراحية بأيام كافية. ليه؟ لأن هي بتبطئ تجلط الدم والتئام الجروح. ياريت لو كنتوا استفدتوا من المعلومة اللي انا بقدمها لكم، ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب علشان اعرف اقدم لكم كل معلومة جديدة.